صافي هاني جيت بلي بيكي، جيت مني مسوس بلي بيكي وحدي، وهاني جيت ندفعك واخدي نغمة خينا كي الناس. معاناة لن تتكرر بفضل الإجراءات الجديدة التي أطلقها الصندوق الوطني للتقاعد من خلال وضع مركز للاتصالات حيز التشغيل، يوفر على المستفيدين من خدمات الصندوق عناء التنقل إلى الوكالات المحلية، فباستطاعتهم التواصل عبر الرقم الأخضر 3011 للاستفسار، بحيث يمكنهم سواء الاستفسار على الملف نتاعهم، سواء طالب معلومات مرتبطة بالتقاعد، أو حتى رفع الشكاوى على مستوى الصندوق. الاتصال رايح يكون مجاني عبر الرقم الهاتف الثابت فقط. تخرج بعد من الصبح وتطبع في الطروليات وكذا وتدير هذا النميرو هذا، ما شاء الله ما غنيه ما. كما سهلونا سهلوها علينا، ربي سهلها عليهم كامل. واللي دار هذا الخطر ربي سهلها عليه، نهضر في تليفون نورمال الحمد لله خير ما نجي. بالنظر إلى خصوصية الفئة التي تستفيد من مزايا الصندوق، قنوات اتصال أخرى وضعت تحت تصرفهم من أجل الحصول أيضا على المساعدة الاجتماعية. رايح نبرز منها خاصة الابليكاسيون اندرويد اللي تسمح للمتقاعد انه يطلب المساعدة الاجتماعية مباشرة عن طريق الهاتف النقال تاعو. اذا حتى بوغ تيليشارجي الابليكاسيون اندرويد ندخل مباشرة في بلاي ستور ونطلع الابليكاسيون هذه، رايحة تسمح بابراز طبيعة الخدمة اللي يحتاج لها المتقاعد، وتسمح كذلك للمساعدة الاجتماعية انها تتنقل لبيت المتقاعد من أجل أخذ الانشغال تاعو. إنشاء أرضية اتصال ممركزة تمكن من تحسين جودة الخدمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وقبل ذلك الحصول على معلومة موثوقة ودقيقة.